وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر وما يكون منه منقصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي ولاضطرار أو تناسب ينصرف ذو المنع والمصروف وقد ينصرف. قال وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا فتقول جاءت حلامي فاعل مبني في محل رفع رأيت حلامي مفعول به مبني على الكسر في محل نصب ها مررت بحلامي الباء حرف جر وحلامي مبني على الكسر في محل جر بالباء فهي عند الحجازيين مبنية على الكسر في كل الأحوال. قالوا بنيت إلحاقا لها باسم الفعل نحو كتابي وضرابي وجه الشبه التأنيث والعدل والوزن والتعريف معرفة أربعة حلامي معدول عن حالمة حلامي اللفظ مؤنث والوزن متحد مثل كتابي إذن حملت على اسم الفعل. لماذا بنيت حلامي ونحوها حملت على اسم الفعل؟ لأن أشبهته وجه الشبه أربعة التأنيث والتعريف والوزن والعدل وابني على كسر في اللفظ اسم الفعل كتابي الفعل قد يقال ان الفعل اللفظ نفسه والله او الكلمه اولتها بكلمه وهو نظير الجشماء عند تميم. اما بنو تميم فانهم يعربون اعراب ما لا ينصرف يعربون اعراب ما تقول هذه حلام ورايت حلام ومرت بحلامه. أما الحجازيين يبنون على الكسر وبنو تميم يبنون على الكسر إذا كان مقطوعا بالراء كوباري وحضاري وسفاري ولأن لغتهم الإمالة والراء المكسورة تساعدهم على ذلك فالتزموا بناءه على الكسر أخذ ونظر الجشم عند تميم. وصف ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر الأنواع السبعة التي ذكرها أخيرا وهي التي يكون التعريف إحدى علتي بنائها إذا جعلتها نكرة صرفتها وهو من قوله والعلم من اعصرفه مركبات تركيب مزيد وحاوي زائد فعلا والاعجمي والمؤنث والذي اخره الف الحاق والمعدول ووزن جر تقول رب معدي كريب وعثمان وزينب وعلقا ويزيد وعمر لقيتهم. إذا نكرته فقد جزء من إحدى العلتين المقتضيتين لبنائه لمنعه من الصرف فإنك تصرفه. واضح هذا؟ ليس عمر المعروف عمر آخر رب عمرين عمر أي عمر واضح؟ ليس عمر المعين ليس غير معين رب معدي كريم ليس معدي كريم سيد اليمن هذا قوله وصفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر أقرأ ما يكون منه المنقوص الممنوع من الصرف المنقوص إذا كان منقوصا أسلك في, 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 في معاملته مسلك جوار وذلك بتنوينه وحذف يائه جرا ورفعا وإثباتها مفتوحة نصبا فتقول هذه جوار ومررت بجوار ورأيت جواري لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال والفجر وليال الأولى رفع الثانية جر. قال سيروا فيها ليالي وأياما. وقال بعضهم بل يجر بفتحة فتقول مررت بليالي. استدلوا بقول الشاعر قد عجبت مني ومني وعيليا لما رأتني خلقا مقلوليا ومني وعيليا لم ينونه في الجر بل جره بفتحة قالها كلمة من الصرف. ومن ذلك قول الفرزدق رحمه الله تعالى وكان عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي يقول لا أستدل بشعر الفرزدق لكثرة لحنه
وكان ذلك يبلغ الفرزدق عنه فغضب فقال: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى موالي. قال له: هجوتني ولحنت، كان عليك أن تقول ولكن عبد الله مولى موالي. هذا قولي. وما يكون من قصة في عربي من الجوار يقطع اقرأ. قال: ممنوع من الصرف، قد يصاف للتناسب، وهو أن تكون الكلمة بجانب كلمة أخرى مصروفة كقراءة ورش إمامنا رحمه الله تعالى. قال: إنا أعدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. صيفت سلاسلا بسبب أغلالا. وقرأ بعضهم: ولا يغوثا ويعوقا ونصرا. صرف يعوق يغوث ويعوق لمناسبة نسرا، وكقراءة ورش. وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها التناسب للطرار، وهو الشعر إذا اضطر في الشعر، وهو كثير جدا في الشعر. قال: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، تبصر خليلي هل ترى من وعائن. هذا قوله والتناسب. والمصروف قد لا ينصرف، منعه البصرية مطلقا. قالوا: المصروف لا يجوز منعه، وأجازه الكوفيون وتمسكوا بقول عباس بن مرداس رضي الله عنه قال: وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضاعل يوم لا يرفعي. وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس. الممنوع من المصروف منعه من الصرف للضرورة. قال: طلب الكتائب طلب الكتائب طلب الأزارق بالكتائب إذ غدت بشبيبة إذ هوت بشبيبة غائلة غائلة النفوس غدور بشبيبة. مصروف منعه من الصرف للضرورة. أحدهم يمدحه سفيان سهر الحجاج وقد ذهب يقاتل الخوارج. مظهر؟ أنا أقول: وللطرار أو تناسل ينصر منه والمصروف غدر. الممنوع من الصرف أقسام: بعضه لا يصرف مكبرا ولا مصغرا، كزينب. زينب إذا صغرتها تكون زينب، ممنوعة مكبرة ومصغرة. وبعضهم يمنع مكبرا ويصرف مصغرا، كعمر. إذا صغرتها قول عمير يصرف. وبعضهم فيه الوجهان مكبرا ويتحتم صرفه منعه مصغرا، كهند تقول هنيدة صارت فيها التاء. وبعضهم يصرف بعضهم لا يصرف مكبرا ويصرف كتحلئ. لو سميت شخصا تحلئ يصرف مكبرا، فإذا صغرته صار تحيل على وزن أبيط، سقط في وزن الفعل فيمنع. والله أعلم.